خلونا نبتدي باهم الاخبار اللي حصلت امبارح، ومن ابرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنه الرئيسيه لتقنين اوضاع الكنائس، وكمان التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدوله، ولمتابعه عدد من ملفات عمل المركز. كمان امبارح وزارة الداخلية طلبت من الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة اللي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية اللي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابع. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز. وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وأوضح أن الفترة منذ عام 2022 حتى الآن شهدت تخصيص مساحة تزيد على 40,000 كيلو متر مربع لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. أيضاً تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي اللي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بخفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8,000 سيارة شهرياً بدلاً من 10,000 سيارة، تواصل المركز مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اللي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بكوتة السيارات. امبارح أيضاً دعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، وده لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة 31/10/2024 تجنباً لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد. امبارح استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب لومينيتسا أودوبيسكو وزيرة الخارجية الرومانية، والسيدة أوليفيا نوديران سفيرة رومانيا لدى القاهرة والوفد المرافق ليهم، وده لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمؤسسات الرومانية العاملة في مجال القيادة في ضوء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب. دكتورة رشا راغب كمان أعربت عن اعتزازها بالتعاون مع رومانيا، مشددة على أهمية تبادل الخبرات في تطوير العنصر البشري، وأكدت أن الأكاديمية بتسعى بشكل مستمر إلى تعزيز البرامج التدريبية والتي تساهم في بناء القدرات البشرية وخلق كوادر قيادية. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود رومانيا لتعزيز الصداقة مع مصر وتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.